قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد صعيد القوسي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدات العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أولي العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة قطب العالم الشيخ أبي بكر المروري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيدة الرواتبية قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. چھاپ دیتا کرنٹ ہوتی അത് കട്ടാക്കി എടുക്കണം. നോക്കി بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oh, Father.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أي حساب صدوها الحب منكتب ما بين منسجم من هو مطالب. لولا الهوى لم ترق دمعا على قلبي ولا أريق تالي ذكر البالي به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت المجد خط عبرة وغنى مثل البهار على خطيك والعالمين. نحن سرى ما أهوى فأرقاني والحب يعتنق لذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أن صرت عدتك حالي أنا سقي بمستدين عن الحشاة ولا دائي بمحاسب. محلتني النصح لكن لست أسمعه إن المحيب عني في صمامي. إني اتهمت نفسي حشيت في عدد والشيب أبعد في نصح علي تهمي. مولاي صلي وسلم دائما فإن أمرتي بسوء ما تعرى من جهلها بنذير الشيب والكرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أبطرك كتمت سرا بدالي من غوب الكتم. من لي برد دماء من روايتها كما يرد دماء الخيل باللزم. فلم ترم بالمعاصي كسر شجوتها إن طعام يقوي شجوة النجم. والنفس كالطفل إن تغمله شفع لا حب رضاعي وإن تفطمه يوم فطم. فاصرف خوارا أن تولي يا أبو إن الهوى ما تعى
هي استحلاتي المرعى فلا تصيبي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن الصم في دسمي وخشى سائسمي جوعي فربما اغمصة شر من التخام واستفريغ دمع بعين قد امتلأت من المحارم وسمع ميات الندم وخالف النفس قال وعصيهما وإنهما مرحبا فالنصح فالتهيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوب أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم تصل لنا أحيا الله وشد من ثواب أحشاه وطوى تحت العدالة كاش حمد رفع الأدم وغابت بالتباع الشم من ذهب عن نفسه فأرى وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولا لم تخرج الدنيا من العدم كونيني وسخلاني والفريقين من عرب ومن حدم نبينا الأمير لكي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعبي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غور من الأدوار مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مخاصم خلقه وفي خلقه ولم يدانه في علمه
شكل ذي الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما حفه واحتكم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم فاكن فضل رسول الله ليس له حد فيعني بعده ناطق بفمي لو ناسبت قدره اياته عظما يمتحن بما تحيا العقول به حرصا علينا فلا نرتاب ولم نهم احيا البراء فمعناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعين وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم يا متسام لو عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه الشمس فاض منهم كواكبها يظهرن أنوارها من ناس في الظلم أكرم بخلق نبي بالبشر مستسمين كالزهر في طرفي والبدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر في هممي كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي مكنون في صدفي من معدني منطقي منه ومبتسمي لطيب يعدي القرب الله اعظمه طوبى لي منتشقي منه وملتثمي مولاي صل وسلم دائما ابدا للخلق كلهم أبانا مولده عطيب عرسوله يقيها مبتدئي هو مقتدمي يوم تفرس فيه الفرس أنهم فتنظر بحلول البغز والنقم وبات إيمان الدين أوقوام صادعون كشمل أصحاب الكيس كغير ملتئمين والنار خاطئة
حميدات الأنفاس من آسف عليه والنذر صاح العين من سدم وساء ما صام لي تدرغي ما هو استدرغي
لاستلمت الندى من خير مستلم لتنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم فذاق حينه نور من قوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبركت واصيبا بالنفس راحته وأطلقت أريبا في الأعصر دومي بعارض جاد أو خلسل بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الحريم مولاي صل وسلم دائما وصفي يا قله وقرا ظهور نار طرا ليلا على علمي فالدر يزداد حوت نوه ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم تقاول آمال المديع إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق منا رحمن محدثة قديمة صفة مصوف من قدم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد بحاد وعن كرم دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبي نهير جاءت ولم تدمي من شبهي بريش خاط فلا تبغين من حكمي مع حريبة قدوري لا عاد من حربي أعد الأعادي إلي ها ألقي سلامي ردت بالا دعوى معارضها رد الغيور يدا جميعا للحروب لها ما عليك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما عجائبها ولا تسام على تكثاري بسامي قررت بها عينها
فيها فقلت له لقد غافرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من مرجها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه فيه من العصاة وقد جاءوه كالحمى وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهيم تنكر العين ضوء الشمس من رمز وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يما من عفونا ساحته سقيا وفوق موتو العين في الرسوم وفن هو الايات الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمات العظمى للمغتنمين سريت من حرم ليلا الى حرم كما سار البدر في داد من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة قوسين لا تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما أخذوا من على قدمي وأنت تختارق سبع الطباق في موكب كنت فيه في صاحب العالم حتى إذا لم تدع شغوا لمستبقين من الدنو ولا مرقى لمستلمين خفرت كل مقام من بالإضافة نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيف تفوز بوصل غير مستتر عن العيون وسيل غير مكتتم غير مزدحمين.
إذا أنبأ